لمكافحة فيروس كورونا. دكتور حسام مساء الخير فن. مساء النور عليك يا فندم، مساء النور على كل المشاهدين. اهلا بحضرتك دكتور حسام. ودكتور حسام خلينا نبدا في الاعراض الخاصه بالمتحور الجديد اللي وصل مصر اللي هو اوميكرون. هل اعراضه بتختلف عن اعراض البرد العاديه، عن اعراض كورونا، ولا في النهايه هو تحت مظله كورونا بالبروتوكول الخاص بيها بكل الاجراءات الخاصه بكورونا؟ خلينا نقول ان هي اعراض كل الالتهابات الفيروسيه هي اعراض متشابهه في الاخر، يعني سواء كان اوميكرون او كورونا متحوراتها او اعراض البرد. يعني احنا كنا بنقول من اول يوم ان احنا اعراض الالتهابات الفيروسيه واحده، وعشان كده كنا بنقول للناس كلها ما تقولش ده دور برد، علشان تاخد اجراءاتك بدري، علشان تاخد حصرك بدري، علشان كل الدنيا تبقى واضحه بالنسبه لنا بدري. فدي كانت اهم حاجه بالنسبه لي، ان هو لا يوجد اختلاف، وخصوصا احنا دلوقتي في فتره الخريف ودخول الشتاء، او خلاص دخلنا في فصل الشتاء. ودي فتره نشاط الفيروسات في العالم كله، عشان كده جايز نشاهد ان في زياده في اعراض التهابات الفيروسيه اللي بتصيب الجهاز التنفسي على مستوى العالم. عشان كده انا سعيد جدا بالكلمه حضرتك فيها، احنا لابد ان نكون حذرين، لكن الهلع والخوف ملوش مكان. والحذر يتطلب منا ان احنا ناخد كل انواع الحذر، ان احنا ناخد معانا اجراءات الاحترازيه وناخد كل شيء معانا. يعني انا اكون حذر، التزم باجراءات الاحترازيه، اتلقى اللقاح اللي بيقي بنسبه كبيره من وجود اعراض شديده او لا قدر الله وفياتها. اذا كان تعديت 6 أشهر من تلقيه للجرعه الثانيه من اللقاح، اروح عشان اخد الجرعه التعزيزيه. ايا كان السن، ايا كان السن، وايا كانت الحاله المرضيه، الجرعه التعزيزيه طبعا. طبعا الجرعه التعزيزيه الاساس بتاعها لاهلنا من كبار السن، لاصحاب الامراض المناعيه اللي بياخدوا ادويه مثبطه للمناعه. كويس طبعا لاولادنا من الاطباء والجيش معاهم. نعم، لكن دلوقتي الرسائل هتوصل للجميع يا دكتور حسام؟ هتوصل ولا للجميع للمجموعات اللي حضرتك قلتها الاولويات؟ للمجموعات دي الاساسيه. طيب هنا عايز اسال حضرتك سؤال يا دكتور حسام بعد اذنك. في ناس خدوا، احنا قلنا انه الناس تبدا تاخد الجرعه التعزيزيه، المجموعه اللي حضرتك ذكرتها دي، بعد 6 شهور من الجرعه الثانيه، مش كده؟ بالظبط يا فندم. طيب في ناس يا دكتور حسام خدت الجرعه الاولى وخدت الجرعه الثانيه وجالها كورونا، هل تاخد ال6 شهور هنا يتحسبوا بعد العلاج من ما جالها كورونا، ولا بعد ما خدت الجرعه الثانيه؟ بنقول الجرعه الثانيه، ايهما اقرب، ال6 أشهر ولا 3 أشهر التعافي؟ او يعني بعد 3 شهور من التعافي من كورونا. من الكورونا. تمام. يعني لازم يكون عدى على التعافي 3 شهور، علشان انا مرض كويس بيديني اجسام مضاده بتحميني تمام لمده على الاقل 3 شهور. هل أعراض مختلفة دكتور حسام؟ هل ده هيغير أو غير على مستوى العالم في أدوية البروتوكول، ولا هي نفس الأدوية؟ خلينا نقول إن إحنا طبعًا إحنا كنا بنتابع العالم كله والدول اللي دخل عليها متحور، علشان نسأل الأسئلة اللي حضرتك جاوبت عليها دي. حتى الآن كل دول العالم التي دخل عليها متحور مجهول، الشاهد فيها إن الأعراض البسيطة المتوسطة كويس، كلها اعراض بسيطه. نسبه الناس اللي كان عندهم ضيق تنفس واحتاج ان هو يخش المستشفى عشان الاكسجين لا تمثل ازيد من 10% من حالات الاوميكرون، فدي كلها علامات كويسه، اعراضه غير مختلفه عن كل المتحولات الاخرى، لكن ابسط جايز لفقد حاسه الشم والتذوق، مش من الاعراض الاساسيه اللي فيه هذا المتحور. تكسير الجسم والحراره المستمره من الاعراض الاساسيه فيه، لكن هو اعراضه كلها بسيطه. ولكن الاهم بالنسبه لنا حاجتين، هل الكشافات او المساحات بتقدر تشوف المتحول ده ولا لا؟ المساحات بتقدر تشوف المتحول ده زيها زي المتحولات الاخرى. يعني اللي يعمل مسحه، اللي يعمل، يعني ما هي كلها فيروسات زي ما حضرتك قلت، اللي يعمل مسحه يبقى يا عنده كورونا يا عنده اوميكرون، ما يطلعش هو عنده ايه بالظبط. عنده كورونا وتفضل المتحول اللي موجود. لكن ده بما انه هو ده الموسم بتاعه، بما انه هو اللي موجود دلوقتي. تمام. لكن بنقول ان في متحولات جينيه، فانت يعني التطور الجيني
ده او جين سيكونسنج ده بيتم في المعامل المركزيه عندنا علشان نعرف كم المتحور ده دخل او ما دخلش زي ما اكتشفنا امبارح. وكنا برضو انا اكد على معلومه، احنا من ساعه ما الاوميكرون اتكلم واحنا كنا دايما بنقول للمصريين كلمه واحده، تاكدوا ان احنا مجرد ما هيظهر داخل المتحول داخل مصر وزاره الصحه هتعرف. طبعا ان احنا من اول يوم كنا بنتعامل مع المصريين بالشفافيه وما زلنا نتاكد على هذه الشفافيه. صحيح. فمجرد ما ظهر في حالات جايه من بره قلنا رغم انها حاجه من بره تم عزلها. كويس. رغم انها حالات كلها بسيطه كويس جدا، والمفروض البروتوكول ان هم ما يتمش عزلهم، تم عزلهم علشان برضه نتاكد من استجابتهم للادويه ونشوف طبيعه احنا لسه التحول لسه ما اتعاملناش معاه جديد. نعم. دكتور حسام، ونفس الإجراءات في حالة الإصابة اللي هو برضو العزل وبرضو عدم الاختلاط، نفس إجراءات كورونا؟ لا، أنا بأكد على أي حد مصاب العزل هدف الأساسي المجتمع. ها، إذا كنت أنت تعديد فلا بد أن نحمي المجتمع من هو يصاب بنفس إصابتك. نعم. إذا كنت أنت تعديد ومناعتك قوية وأعراضك بسيطة محدش يعرف ده هيصاب منك، هتبقى مناعته عاملة إزاي وشدة المرض هتبقى بالنسبة له إزاي. نعم. فعشان كده بقول للناس لو سمحتوا اللي حاسس باي اعراض ابسطها يعزل نفسه لغايه ما يتم رعايه صحيه. نعم. والتزامنا بالاجراءات الاحترازيه. احنا جينا نشوف كتير قوي ان عنده كورونا ونازل الشارع وبيمارس حياته. ده بنعتبره ان هو خطا كبير في حق نفسه وفي حق المجتمع اللي هو عايش فيه. نعم. طيب الثلاثه اللي تم عزلهم كانوا موجودين وحواليهم ناس، يعني حواليهم ناس مخالطين. هل تم عزل، مش هيتم عزل المخالطين ليهم كمان؟ احنا يعني بشكر هنا الطب الوقائي وزاره الصحه ان هو متابع كل اللي كانوا مخالطين ليهم، ها، متابعه دقيقه جدا. ها، كلهم اي حد يظهر عليه اعراض بيتعمل له مسحات، او كل مسحاتهم كانت سلبيه وهيتعمل لهم المسحه تاني عشان نتاكد ان مفيش اي نوع من الاصابات دي كمان. طيب هل اوميكرون جديد المتحور الجديد دكتور حسام يصيب كل فئات المجتمع بما فيهم الاطفال؟ هنا بتكلم على الاطفال وعلى الشباب وعلى كله. المشاهد في اوميكرون ان هو بيصيب الشباب اكتر شويه من كبار السن. ها، كويس. يعني ناخد بالنا فئه الشباب اللي هي معتزه بصحتها وكويس، ناخد بالنا ان مفيش حاجه اسمها برد الايام دي، اي اعراض برد لازم يعزل نفسه ويطلب رعايه صحيه. كويس. لكن برضه بنطمنهم، كويس، خليكم حذرين، لكن مفيش هلع. لو عندنا اي اصابه الاعراض بتبقى بسيطه واستجابه العلاج بتبقى هي. ونفس البروتوكول هو يا دكتور حسام بنؤكد عليه. الحمد لله حتى هذه اللحظه استجابه هذا المتحول للادويه ما زالت جيده جدا، فما فيش فيها اي اختلاف في الادويه. اشكرك دكتور حسام حسني، ونتابع مع حضرتك اول باول بعد اذنك. اشكرك فندم.